في مصر كنت بكلمكم على البوليفار وايه اللي في البوليفار وكنا بنتكلم يعني انه حجمه ضخم وكبير وانه في فعاليات كتير، بس اما تيجي هنا بتشوف انت الحاجه شكلها عامل ازاي. حاجه مذهله يعني، انت في شارع ضخم تحس ان الرياض كلها موجوده فيه، كميه محلات، كميه مطاعم، كميه اضواء، الناس في حاله سعاده حقيقيه. يعني مهما كان حد يوصف لك البوليفار، لانه دايما كانوا دايما ايه البوليفار، كنت اوصفه لكم من هناك، انه في النافوره وفي مطعم وفي مسرح وفي حاجه، انما اللي احنا شايفينه المكان نفسه، روح البهجه اللي موجوده، السعاده اللي موجوده، القطر اللي موجود اللي الناس بتركبه، السعاده اللي موجوده عند الاطفال، الدنيا متغيره فعلا، شيء جميل. أنا بكلم حضراتكم في اليوم ده النهاردة الأربعاء، يعني المفروض ده مش يوم النزول الرسمي للأسرة السعودية، ولكن كمية الناس اللي موجودة في هذا المكان، وده المدخل اللي بياخدك معمول بشكل جميل، بيديك إحساس لطيف وانت داخل المكان ده، المحلات، المطاعم، الحاجات بتاعت الآيس كريم، كل الناس اللي موجودين كانوا سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، حالة من السعادة. يعني المدخل ده بيدخلك بعد كده كأنك داخل كده لمدينة الألعاب والألحان والحاجات الجميلة. كل الناس سعيدة على مدى الشارع اللي انت شايفه ده اللي هو مدخل البوليفار. في أماكن بقى متفرعة، تلقى هنا في العربيات بتاعت الأكل اللي الناس عايزة تخش تاكل، زي ما انتوا شايفين كده، كل ما تخش حتة من الحتت الجانبية ديت فيها حاجة. المكان كله مليان بالبشر، المكان فيه روح جميلة، المكان ما بيبطلش ما بيقفش. احنا دلوقتي الساعة 9 بالليل وبيكلمونا انه كمان ساعة او ساعتين الدنيا هتكون ازحم واكتر، زي ما بقول لحضراتكم رغم انه يوم اربع، المجهود اللي معمول والحاجة اللي معمولة في المكان ده غير طبيعية. احنا ما بنتكلمش على ناس فتحة مطعم ولا فتحة كافيه ولا في محل هدوم ولا في حد بياكل، لا، احنا بنتكلم على انفراستراكتشر، يعني في بنية أساسية معمولة، وتسأل وتقول الكلام ده اتعمل امتى وازاي وامكانياته ايه، ومعمول بشكل حلو، معمول بشكل جميل، الناس كلها امنة، الناس كلها اللي بتشتغل في المكان ده، واغلب الناس اللي بتشتغل في المكان ده من الشباب السعودي، وطبعا في شباب من جنسيات مختلفة، لكن الشباب اللي موجود هنا هو اللي بيساعدك، هو اللي بيبص على التذكرة بتاعتك، هو اللي بيفتشك. في كمية متطوعين من الشباب السعودي كبيرة جدا، شيء جميل. لو تشوفوا حواليكوا الأماكن كلها معمولة ازاي، لو تشوفوا شكل الكافيهات، لو تشوفوا شكل الأماكن اللي الناس بتقعد فيها، حقيقي حاجة تستحقها مدينة الرياض. مدينة الرياض دي زي ما بقول لك ودايما واحدة من أكبر مدن العربية، إذا ما كانتش أكبر مدينة عربية في المساحة، فالناس اللي موجودة هنا محتاجة إنها تبقى موجودة في هذا النوع من الحالة الاجتماعية، هذا النوع من الترفيه. يعني الموضوع فيه أبعاد كتيرة اجتماعية، أبعاد كتيرة اقتصادية، الدنيا متغيرة. اللي هيجي هنا يشوف الكرنفال ده يعرف انه مش شغل بس هيئة ترفيه، مش شغل بس يعني وزارة سياحة، مش شغل، مش كل ده، ده شغل دولة كاملة، انه يعني بتستحق شيء جيد، شيء مختلف، حاجة جميلة. هنتجول النهاردة في البوليفار، حاجة ضخمة أكتر كتير من اللي أنا متخيلة، وأكون سعيد معاكم إن احنا نشوف الأماكن اللي موجودة فيه. أرجوكم ابقوا معنا.